نقول لي يا بابا التراث الصنعاني الاصيل. الله يبارك فيك يا ما كيف انت الحين؟ ما بالله يا ولدي قالوا اسهل ودرش من حق هذا الايام. اسهل ودرش؟ كم مات اربعه؟ اربعه؟ لا تجننش. الحمد لله. كوريرا يا عم علي. كوريرا؟ ما الكوريرا هذا؟ الله بارض الله بارض الله الحمد لله على كل حال. وانا يا ولدي قضاك ما تتلف 100,000 ريال فوق 300,000 الذي معك. إن شاء الله لما أقع بي شيء نزوجك نعرس لك إن شاء الله. وأنا علي 300 بشر بعزك. الله يبارك فيك ونفعل العرس ما قد وقع. سلام يا ولدي. الله يبارك بشر يا عم علي بشر. هذا صرتي يا با صاحب العرس آخر زيادة خلواجي بشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا ولدي. أهلا وسهلا حياك. وهذا من المريض؟ هذا بي. هذا عمي علي طارش وسهاء. بينه كوريرا. كوريرا. ما أعرف سهلك يا أبي ما بشي. هذا من هو؟ هذا ملاطف حمدي اللي جننتنا عليه. هو اللي جننا ولا إحنا شي نسمع برعة. عاد اسمعك لكن عمي علي مريض ما عايز بهرش. هيا بدنا نقوم نفترع. يا ولدي يا ولدي سهل. هيا الرحلة هي. الله الله الله
منور يا عم علي منور. والله يا ملاطف ان اليوم هذه الشطايره المرض كلها هذا الذي قد وقع. والله يبارك العرس يا ملاطف. الله يبارك. هي كيف انت؟ الحمد لله. مالك شيء؟ انت المبلوع. حياك سلمك. الله انه اقع مبراعي اليوم من حق الجن. وانت النشاء. ايوه حيا حياك الله. والحري سلطه. هلا انجا حياك الله يا حري. قام الله سرور. اهلا وسهلا. شويلا سعيداتي بالله. وجعل بلاد الخير والبركه. تسلم يا استاذ مناضف واعذرنا على التكسير وهذه باقي حسابك. هذا واجب لي ورجال واعذرنا على التكسير. الله المستعان. بيض الله يا ملاطف يا ملاطف وصلنا معاك كد احنا انزل معي. ماشي عاد باقي معك زف يا بي. زفت مكبك زفينا. لا ما باقي زفت الليل هذا وشي رحله. وما راي وصلنا انا. خلاص يلا يا ملاطف امرنا لله. خاطرك يا فقي. الله يوفقك. امين. ويجعلك هكذا قبله. امين. يا اخي بوها انا محطه قريب يا اخي ما عاد تلقاش محطه هذا الساعه ادخل البيت هذا رقد والصباح يحرمهم الله اما هو يا ولد اصحابك ما هو لا الصبح جو لنا وصبحونا كباب والغدا ما شاء الله من كل عينه واخره تزفف فلتونا وراح يولم ولا واحد وصلني يا ساتر يا الله البيت مسكوك البيت فيها جن متى لا 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 الروح حين الروح حين الشرحة قلتها نعم القدامة يا الله أيوة أنا قلت قلت لك لا تجيش أنا والله ما لعب من عجب جينا القدامة أنا ما مشيش كبيج أخوك الكبير وأنت زيادة فقاس هي قلت تستاهل شو معك والله دحنا انا رقد وما بدينا عليه والله رقد فيك والله قلت لك لا تجيش وانت مش عارف جيت انا في هذه الله يا عم ضياهم معذورين معاهم ضيف وعسار والحريوه وما بحد معاهم والحريوه هو يتي أوه. ايوه لا انا اعتشر لك معي لا انا اوصلك ما بيش بترول يا عم الضياء ولا من العيون اضوك لا صنع Oh!
خلاص طلع عين لك جامع وترقد فيه. اطرحني قال الخط والباري كريم. على طول يا عمي على طول. اذا عمتي سارح حق ملاطفه. ايني؟ ايدك. هيا اطرحنا انت سيارات ملاطفه. الله يرحم أيوة. والدك. اطرح وعي وصلناه. على طول يا عمي ولا تقلق. انظروا يا عمي انظروا يا عمي انظروا ايوه يا عمي الله ما عاد في حد الله
قطفت حقك مرض عربي ما دخلك تبرع الجن ما دخلك تبز على أبن من الجن مش ولا أمو ما دخلت أرقد أنا في أمان الله ما دخلت تركض أنا يا حد واي المسلسل برعاية السلطان فخامة رجل من زين الإمارات انترناشونال أثواب السلطان أكوات السلطان تشكيلات راقية من الشيلان ذات النقشات والألوان الفريدة والأروع من ذلك وصول أفخم المعاوز ذات نقشات متنوعة وحصرية أفخر أحدث الصنادل والأحذية والجميل في زين الإمارات انترناشونال الأسعار الحصرية والمناسبة للجميع زين الإمارات انترناشونال فخامة رجل يا سلام سلم المركز الرئيسي صنعاء شارع القيادة جوار فندق سام كله نزل العالم قبل انك صلى على رسول الله صلى على رسول الله الرصاص ممنوع الراجع بيقتل الاوادم يا اخي شنو ارتاح 10000 قرش راسك سوى القمري تحيا العرس ودفع العرس من جديد وانا هذا القمري ما اعرف انا هذا القمري ما بتعرف شو القمري في سوق الملح يعرفه جدي جدك الان انا اتصلى شربنا مالك انا يا جوهره انا عطش اقسم بالله ان فوقي عطش خلها لك على الله اشتي عصر حالي عليك وعلى ابو ريتا في سوق الوايتا الخط الجديد خط المطار مالا يا ملاطف ان الفواكه حق ابو ريتا طبيعيه حوش من المسافة هذه كلها يا موظف العام داني نهاني أبو ريدان لكن عصيك ما شاء الله